السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذا سلامنا سافتي كنت عن سنة 24 كسود وهذا 10 عصوب. ما أنت وحنو كهذا ترينجل كلي راهدو تيدي 69 ترينجل محل لغو مقا عاوي تيدي 69 ترينجل كانو كلو ليه يهي ما دام يحق لي سوهين صدون لحدن سقاشن ايا وحنو لغو مقا عاوي تيدي 69 ترينجل بقا ترينجل دو ما دام اي حدي حقا سقاشن يشان ان قانون تهرين انجل ترينجل كني هو special right angle triangle أو 20 كوري وحن كسو برناي 45 45 90 triangle أو هاي special right angle triangle كني هو mid لباد أو هاي special right angle triangle ما دام أي حاجة سجاشنا وليه هاي لبادي سحق لولا كنا يه صدني يريحنا و special triangle هذا بس سدابو كسو بسمع special triangle كان يراه هو صدن ليحنا سجاش سدابو كسو بسمع هذا هو كسو بسمع هديان هدي ران كا ان سوقاتو ان triangle كان triangle كان أنا حنا قصة وراي أنكم مجاوي D E F أنكم مجاوي حليسة triangle كان سدع السرينا عوش ليجي عشان هربا تشلون قصة هذا اللي triangle أنا triangle كان دي سدع السرينا عوش ليك هذا محلوم مجاوا equilateral triangle كم عيد حوي هدي هذا دينا عن يدينا عن يدينا عن سدع الحقل من حريقة صح يعدني أن إمدي العيوش ليجي ما دام إمدي العيوش ليجي وحاس ليك كان يا والعيال سليجي هنا حط مقعد عبكرة مقعد عمر بحكرة ورثة حرك رأينا على و x وركرة كنا إحنا وصا x ما دام وصل سليجي تنوع x كان العيال سليجي ما دام هذا العيال سليجي هي triangle كاس معي هو حسلي كان يوكله حقله وحقله بس سند حقله بس سليجي ورح إحنا قلنا triangle كاس سند هذا حقله هذيل بس كده حس ميان بقولي سديت بقول إذا ده صدق حقه بينا إحنا واسع لحنا لحنا ما واسع بقى حاجة لو البح إحنا واسع كم ده ترانل كان لحنا بقى حاجة شو اسمه لحنا حاجة شو اسمه لحنا حاجة شو اسمه لحنا بقى ده هدر كوك قرا حاجة شو إحنا واسع لحنا حاجة شو إحنا واسع لحنا حاجة شو إحنا واسع لحنا هذا بس هو إيزو إكولاتر ترانل كا سد سد نع يسد الحقول إيش ليه هدي عن كلا برا وتصور هانو كلا عن سوقاته لحظة كلا شروا كلا أو هكذا برتمها تصالحان وكلا سووا كلا شروا هدايا هدايا تريانجل كني هدي عن لحظة كلا شروا هكذا حاجة شو مقلنا سا كلا شراي من هي حاجة شو مقلنا سا عن سووا كلا شراي كبرت كلا شراي هنا ورا سا حاجة سا عشان سمس مسا مسا هكذا حاجة سمس مسا مسا حاجة رانجل تريانجل حاجة سمس مسا من انت انت رانجل تريانجل لو قال لبحر رانجل شليل او كان ردعت رانجل كا يكرر ردعت رانجل لما هو ولما ردعت رانجل وسليك بقى سمع اسمه مين هي كلات رانجل كاوين لما رانجل أو رانجل كاير هي يترانجل كاي هل كنا بقى سمع اسمه بركة ما كل عيا دبا X من العيد ما كل عيا دين عنو كلا برمية ما دام هو هدبا X هاي دين عنو X هاي لو X تاعي هاي تان كلا بركة بركة إحنا وصا X ولا بلو قبي تان إحنا وصا half half X half X بلو وصا بركة تان كوكو رح نوصا دين عن half of X وأكس ولا بلو قبيل إلى أنا وصل وكله كا إلى هالكاس أنا ورا half of x من هي من x ولا بلو قبيل وكان أنت هذا الأكس بهانا ترى يدو ما خلق قبيل إلى أنا ما أنا خلق قبيل حاجة شن ليهم بهانا صح حكم أنا صبي حاجة شن ليهم بهانا صح هذا بحاجة شاس ما خلق قيس ما صح وحاجة شاس إن وحي النقطة صح حاجة شن ليهم كهذا نفكر كلا برا صدر صدر من النقطة صح حاجة شن هذا الحين النقطة صدر حاجة ما حنا ورا صدر بنوصف ليهم بكرة قبيل ليهم هذا لا بلو قبيل وصدر مركا تريانجل كان وحيدو قنيا لبايد تريانجل وحيسو كلا بحسا تريانجل كان إنو اللي حدن تحقني هاي حقنا اي صدن تاي حقنا ساقاشن تاي كنا واسيدو كلا تريانجل كان لدعن كنا واسيدو كلا مركا اسنا لنا عن نواسا هردانجل تريانجل لنا عن هذا ساو قرر لنا عن هردانجل تريانجل نواسا تريانجل كان بناه كسو عن بناه كسار تريانجل كان دير كلا بركا هافكا إنه تريانجل كان وين هاف بركيس وحاق نوسو مركا تريانجل كان إلى هذا تيرد سيجت لاين تريانجل هرتا وحكسر اسمه كولاتر تريانجل كابر يعني مركب بركة هتر بناخد صار حلو سمعنا غنا يصدون لحدا سجاشن مركب تريانجل كلا يراه دو تيرد سيجت لاين تريانجل ساسو كسم اسمه مركب حاجة صدون خاصة وحاجة حاجة اللي كان كانواتن حاجة شيء سجاشن كان نواتن مركب لنا عسو إكس بنوها أو إكس تواتن لنا عن هاف إكس بنوها واتن لنا عن هالدبا إي بي يعني إي دي لنا عس مجا عمرو بيهن كرا أما إيدي وهم مجا عال كرا سير كاس أما هم مجا عال كرا مجا عندنا كرا بيهن كرا تفسرنا كرا حنا نيا لنا عسوا أربعة يتها وتسؤال هانو كرا حنا نيا لنا أربعة بيهن لنا أربعة بيهن بركا تريانجل كاس أديا شكل كسا قانو شكل كل من لو قيبي ودنا عصدنا كسور جيرة ليه كان حاجة شو ليه كان لنا كسور جيرة وآر
triangle oo kala marka ka hadlo ma een dhinacyadu xagal walba waxay leedahay triangle من xagal walba waxay leedahay dhinac ka soo jeeda xagal shudka waxa ka soo jeeda dhinac xagal shan lixan kala dhinac ka soo jeeda marka waxaan ku baranna een triangle kan hadda waxaan ku baranna xagasha soddonka waxay ka soo jeeda dhinac yar because of triangle ku dhinac isa shakalku waa dhinac ugu dheer dhinacna waa dhinaca ku xiga dhinacna waa dhinaca ugu yar ومن ugu gaaban marka dhinaca ugu gaaban مر walba triangle-ka la yiraahdo 69 triangle triangle-kaas xagasha soddonka waxay ka soo jeedaa dhinac yar xagasha lixdan kana waxay ka soo jeedaa dhinac xoogaa dheer min xagasha kaalka mar walba wuxuu yahay waa ka ugu dheer marka haddaan haysto shakaalka haddaan laba qaybi dhinac soo xagasha soddonka ka soo jeedaan haystaa xagasha lixdan ka soo min xagasha lixdan ka dhinac ka soo jeeda samayn ku saari karaa marka saan ku soo saari karo min hadaan raadinno hadda artas min ka soo jeeda xagasha lixdan ka waxaan naqaanaa pythagorean pythagorean waxaan ku soo saari min lagu saaraa dhinacyada marka la haysano right angle triangle min right angle triangle hadaa haysid waa istimaarta pythagorean ma istimaal kartaa saari dhinac soo saartid marka pythagorean maxay ahay pythagorean 10 ku soo barnaa waxay ahayd c square waxay ahayd a square oo lagu daray b square baa marka anaga hadda shakaalka c meesha c loo ahay x baa noo ah meesha hadda a meesha noo ah waa x divided by 2 meesha b dana r baan ka dhigana marka waxa ku bedelayna x ma daawa inoo tahay meeshi c da anoo sa x square meesha n b dana waxa anoo a dana waxa anoo sa x divided by 2 oo la square gareeyay oo lagu daray r oo la square gareeyay marka hadda si fudud anoo sa x square waxa la mid tahay hadda x x la ku dhufto waa x square hadda laba laba ku dhuftana waa 4 oo lagu daray r square marka maadaama aan r doonayo x square divided by 4 baan ilaa dhinac baan ka jarayaa marka waxaa noo noqonaysa x square oo laga jaray x square divided by 4 oo waxay la mid tahay r square marka maadaama haddeer ay hooseeyo haddeer hal yahay afartan waxa ku dhufanayaa minihii x square tan ku dhufanayaa waxaa noo soo kaa 4x square intaan fududeynaya 4x square oo laga jaray x square oo loo qaybiyey 4 waxay la mid tahay r square marka hadda 4x micnihi maadaama ay micnihi jibaaradu isku mid yihiin oo hadda x square ay tahay way kala go'ayaan waxaan la soo marka 3x square oo loo qaybiyey 4 waxay la mid tahay r maadaama hadda aan inta haysto x ama r square ma r ma r square ma maadaama hadda aan inta haysto aan r kaliya doonayo labada dhinac waxaan gelinayaa square root marka waxaan hoosaa dhinacan square root baan gelinayaa dhinacna square root baan gelinayaa maadaama hadda labada dhinac aan square root geliyey maxay soo baxaysaa hadaan xoogaa maxay soo baxaysaa hadaan labada dhinac square root geliyey x square way ka baxaysaa square rootka 4 way ka baxaysaa square rootka r square way ka baxaysaa square rootka maxay soo baxay markaa x square rootka way ka baxay laakiin 3 way ku jirisaa afartan way ka baxaysaa waxaan hoosaa laba because of laba laba lagu dhisa waa afar bay artan way ka baxaysaa oo r kaliya soo baxaysaa r square ka baxaysaa r way soo baxaysaa marka intaas waa r baan ku yeelaya intaas marka haddii aan hadda calaamadiyo aan formulada noo calaamadiyo marka intaas waxaad ku yeelaysaa r baa ku yeelaysaa maadaama haddeer inta r aad ku yeelaysid oo intaas r aad ku yeelaysid dhinacyaba r noo ahaa dhinacan wuxuu ahaa xagamnihii xagashaa lixdankaa dhinaca ka soo horjeeda r ahaa marka haddii haddeer aan ku qoro dhinacaas hadeer rta waxaa lagu helayaa x oo lagu dhufay square root of 3 oo loo qeybiyay laba marka triangle-kaas oo ahaa 36 min triangle-ka la yidhaahdo dhinaca x haddaa haysata haddaad dhinaca shakaalka haysata haddaad laba uqeyso xerisaa xagasha kasoo min xagasha lixdanka dhinac ka soo jeeda haddaad x oo ku dhufatay square root of 3 haddaad ku dhufatay oo laba uqeybisna xerisaa dhinaca ka soo jeeda lixdanka dhinaca ka soo jeeda marka haddii aad taqaani haddeer dhinac saasaa ku saarasaa easy ma garanaysaa marka intaa unbaad xusnaanaysaa min haddaa dhinacana waa x oo lagu dhufatay square root of 3 laba loo qeybiyay dhinacana waa half x dhinaca soddonka dhinacaas ninkaas x weeye haddii aan haddaba tusaale bixino tusaale ahaan ka waxaan haystaa triangle-ka la yidhaahdo minihii 69 triangle baan haystaa
هدي هدي دينع كم ده الله يسيد صار هناك الشكل كم حلو يروح هوية 5 سنتيمتر وقلالي نعس من حلقة لما لبس دينع صار صار وقلال كان دينع عصد كسر تروح إنه دي وعندنا عاش شكل كم لما لو قيم خدنا حتى شكل واه 5 سنتيمتر إحنا ولا ساعة 5 سنتيمتر ولو قيم يلا وكان دينع حتى واحد صدق كم يعني كسر كذا دينع عصد كسر كذا واحد استا دينع حاجة اللي إحنا كسر تروح إنه دي و x والغول في طي إلى عشك إلى شكلها والغول في سكوير في تري ولبل هو قوي. بركان إلى عاس نحن ورا الساعة 5 والغول في طي سكوير في تري ولبل هو قوي لمو سنتيمتر إذا نحن ورا الساعة. بركان دي أسيف إنه هذا إلى نحن ورا الساعة شهادة لبل هو قوي نحن ورا الساعة و 2.5 سنتيمتر. هدي أن 5 أنقول في تسكوير في 3 أن لما وقيم إحنا ورسا 4.33 سنتيمتر. بركا محيون إذا حاجة شان شكل كاسو حاجة من من حاجة شان أنت من شكل كاس دي عكس وشلون شكل كا إن عش سنتيمتر وأنا عودر تراجل وعش سنتيمتر إن أنا و وكانوا لبل لوقي و 2.5 وأنا عويا إن أنا وأنا عكس حاجة بركا 4.3 وأنا اللي حاجة وشلون كا waa hada sawirka uu weyn waarta dhinacna ugu weyn dhinacna ku xigta dhinacna ugu yar xagga shaqada kan dhinaca ugu weyn ba kasoo jeeda xagga shaqada kan dhinaca dhexe xagga shaqada kan dhinaca ugu dheer marka saasan ku saari kara magalana sa haduu yahay triangle ku 30 60 90 triangles marka waa special triangle wey waxa saasan ku sida fudud ku saarsa ma baahna formula kale bedel istimaashid hadaan marogtahay sida isiga ku saarsa waqti badan ba marka kuwa magalana sa arafidana sa ku saarna halka hadaan tan tahay ku jido kana wax kale ka sameeyna sid ama aad si kale magalan sa triangle maadaama yihiin special aad muhiim special triangles ka yana aad muhiim yihiin meel oo qana magalan sa xisaabta hadii aad barato geometry waxa jira trigonometry ka marka aad barato sidoo kale waxaan ka hadalnaa kale waa triangles macnihi marka triangle aad aad muhiim si special triangle inaad garanaysid marka halkaas ku jira cashar kana wasalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala